بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حاليا الساعة تشير إلى 9 صباحا، ونحن على بعد 400 متر على الحرم المكي وهو خلفنا كما تشاهدون. وهذه هي عبارة عن محلات وأسواق. الشيء الذي أريد أن أتقاسمه معكم هو تأثر السعوديين وأصحاب المحلات بالثقافة الجزائرية وبالجزائريين عموما. راح ندخل السوق الآن مباشرة، سوف تشاهدون على المباشر الكل يتكلم باللهجة الجزائرية، والكل يرفعون الأعلام الجزائرية وهم غير جزائريين. نحن الآن تشاهدون على المباشر سوق يدخل فيها مئات الجنسيات، لكن ما هو السر فيها على المباشر إن شاء الله. سوف ندخل سوق من أسواق السعودية. أرجو إخواني أن تنشروا هذا الفيديو حتى تعرفوا مكانة الجزائريين هنا في السعودية. بسم الله، هذا سوق. بسم الله، سلام أخي، حياك الله. وشراكم لباس؟ الحمد لله، بأمان الله. شكرا. الجزائريين في كل مكان. هذا سوق في السعودية. انظروا ما شاء الله، انظروا ما شاء الله، الأعلام الجزائرية في كل مكان. هذا علم جزائري، علم جزائري. هذا علم آخر جزائري. انظروا ما شاء الله. السلام عليكم. ما شاء الله، الأعلام الجزائرية في كل مكان، واللهجة الجزائرية في كل مكان. ما شاء الله. إخوانكم متتبعين على المباشر في فيسبوك. ما شاء الله، الثقافة الجزائرية تسود ما شاء الله. أرواح، قل أرواح خويا. أروي يا خويا، يا ساعدني شوية إن شاء الله. باطل يا خويا، باطل خويا. ما شاء الله، ما شاء الله. السلام عليكم. ما شاء الله. تخاف وان تو تري في فلاجي، كيما سوق الحراج، كيما سوق الحراج. واه، الله اكبر. ساعدني شويه، ساعدني. لا مو ساعدني، نقص لك بزاف. نقص لك بزاف. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. الثقافه الجزائريه واللهجه الجزائريه يعني اثرت على السوق السعوديه. ما شاء الله، ان شاء الله. احنا نبعث لك ان شاء الله، نبعث لك. ما فيها والو، ما فيها والو. السلام عليكم. ما شاء الله، شوفوا يعني في قلب مكة، أمام يعني على بعد أمتار من الحرم المكي، الكل تأثر باللهجة الجزائرية، فتعلموا اللهجات. أرواح خويا، كاش ما تساعدني خويا؟ إن شاء الله. ها؟ وش عندك خويا؟ عندنا هنا كلش في الحراش. قل لي علاش نشري عندك؟ عندك اسعار شابه؟ ان شاء الله فيها مساعده؟ ان شاء الله كاين مساعده بالذات، ما كاينش مشكله. انا ندير لكم اشهار على المباشر للجزائريين عشان كلهم يجيو هنا ان شاء الله، لان يشوف ان السوق مرشد من الجزائر. ايوه ما شاء الله، ما شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. هاي على المباشر الناس تتبع. ما شاء الله، مباشر. ما شاء الله، مباشر الكل يتبع. تأثرتوا باللهجه الجزائريه، اصبحت قينونه. كلمني لهجه جزائريه، واش تقول لي؟ يلا واش تقول لي على الجزائر؟ الجزائر يقولوا 1 2 3 1 2 3 واش يقولوا؟ 1 2 3 فيفا؟ لا 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 غيرناه، 1 2 3 اروح اشتري. والله يعني انت رايح 1 2 3 اروح اشتري. اروح اشتري خلاص، صح، نادي بها، صح. 1 2 3 اروح اشتري. ان شاء الله تجي ان شاء الله. ما شاء الله، مباشرة. لا نعم نعم. السلام عليكم. سلام. وانت وش تقول لي؟ 1 2 3 واش؟ ارواح دير ريحه ولا وش دير؟ انا اقول للجزائر على راسي وبس. مرحبا بك، اهلا بك اخواننا ان شاء الله. بلاد المليون والنص الشهيد ان شاء الله، ان شاء الله. ما شاء الله، هذا يعني تعتبر شيء جميل، وهذا السوق يعني يرحب بكم انتم الجزائريين. ما شاء الله، ما شاء الله، كل يعني الأعلام هنا
سنشاهد ايضا العلم الجزائري متواجد يعني. هذا شرف، هذا يشرف الجزائر، ما شاء الله ما شاء الله، شرف للجزائر انها اثرت على ثقافتها هنا. تعلمت اللهجه الجزائريه؟ اه. وش تقول للجزائريين؟ ارواح نساعدك. ها؟ ما فيها والو، باطل. ها؟ وان تو تري ارواح اشتري. وان تو تري في بلاجيري. ما شاء الله. روح يا جزائر روح. ما شاء الله. تعلموا لهجتنا. ها؟ رانا ها؟ على صورتنا. على صورتنا. يا يوسف. ما شاء الله. انا الان الان راني راني روح يا صاحبي تعال اي حتى نعم وزو. هذا شرف ان احنا رانا سفراء الجزائر هنا. تعلموا يعني اللهجه، تعلموا الطريقه. ما شاء الله. نحبوكم يا عاد. مرحبا مرحبا. سوق من اسواق السعوديه، يعني الجزائريين واللهجه الجزائريه سادت سادت. الجزائريين يشتروا؟ نعم. عندهم فلوس، عندهم مال. كانت دراهم بالذهب. كانت دراهم حسنا. لا لا، ما هي الجنسيات التي تقتني اكثر هنا في الجزائر؟ في الجزائريين. ثم الجزائريين. ثم المرتبه الثالثه الجزائريين. الجزائر. والرابعه الجزائريين. بعد المغربيين، بعد الماليزيين. اشتروا يعني المرتبه الاولى الجزائريين. نعم القش. اكثر الجزائريين. تعرف ليش؟ لانهم يحبون الهديه، يعطون، يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. ايوه هذه سمة الجزائر. ما شاء الله ما شاء الله. يحبون القش ويعطوهم ضيوف. او قال لك كادو باطل يعني. يمزحون مع الجزائريين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم. ما شاء الله. السلام مرحبا حبيبي. حبيبي مرحبا مرحبا. تفضل تفضل. ما تتقنون اللهجه الجزائريه؟ تتقنونها؟ انت جزائريه. ها؟ انت جزائريه. نعم. الان احنا ندير لكم اشهار على المباشر. لا باس لا باس. الحمد لله. عندك رساله جزائريه؟ عندك رساله؟ تقدر تقولها لنا رساله؟ لا لا ما عندك رساله. قلت لي مرحبا. وش قلت لي؟ لا باس. كارت في الحمد لله. هاي كارت. هاي دي كارت ما شتها. لما نقلبها ها وعالم جزائري. عالم جزائري. هاي لك كارت. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني كارت كارت لما نقلبها هاي لك عالم جزائري. هذا شرف لبلد المليون والنصف مليون شهيد في حرب 54 وقبلها ملايين الملايين من الشهداء. إخواني أنا ما أكترش عليكم، حبيت فقط نقاسم معاكم يعني هذه اللفتة الطيبة. والله يعني شرف 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 أنه السعوديين في قلب مكة ونحن على بعد حوالي 400 متر على الحرم المكي نجد أسواق متأثرة باللهجة الجزائرية، وفخورين فخورين أنهم يرفعون الأعلام الجزائرية بدل أعلام بلادهم. وحتى يعني كارت فيزيت البطاقات خلفها دايرين العلم الجزائري. أنا بودي أن تنشروا هذا الفيديو حتى تعلمون مكانة الجزائريين وطيبتهم، كيف أثرت على إخواننا السعوديين وإخواننا العمال الذين يعملون على السعوديين، خاصة 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 إخواننا اليمنيين والمصريين. إلى لقاء آخر
في وقفة أخرى إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.